افترضنا انك ناوي تبيع القاعده هذه اللي تحمل اللابتوب عن طريق الانترنت، وتبغى تعرف هل هذا المنتج راح ينجح ولا لا، ايش ممكن تسوي؟ خطوه ممكن تسويها انك تجمع البيانات. وايش اقصد بالكلام هذا؟ اقصد انك تاخذ المنتج اللي ناوي تبيعه وتروح تبحث في مواقع انترنت مثلا زي موقع علي بابا، وتشوف كم يكلفك من الموردين شامل تكاليف الشحن والتوصيل الى البلد اللي انت موجود فيها، فتحسب تكلفه المنتج الواحد كم راح يطلع عليك، وبعدها تنتقل للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه انشاء صفحه بيع. على سبيل المثال تجهز صفحه تبيع فيها هذا المنتج، تسويها سواء على اي موقع الكتروني مثلا زي منصه شوبيفاي او اي منصه عربيه زي اوبن كارت او غيره، منصه تقدم لك خدمه متجر الكتروني، فتجهز صفحه تحط فيها صور المنتج حتى لو باقي ما شريته، تحط صور المنتج وشرح، يعني تحاول تجهز موقع شبه احترافي، ما راح ياخذ منك يومين او ثلاث ايام، تجهزه بالكامل بصور واضحة ممكن تأخذها من المورد الصور وتحطها في هذا الموقع، أو إذا بتبغى تختصر تفك حساب في إنستغرام تحط فيه الصور أو تحطها في مواقع البيع زي مثلا موقع حراج أو أي موقع موجود في البلد اللي أنت موجود فيها، تحط صور لهذا المنتج وتنتقل للخطوة اللي بعدها. الثالثة تيجي وتسوي إعلان للمنتج هذا، عارف إنه المنتج لسه أنت ما طلبته ولا صار عندك، بس تسوي إعلان بسيط ما يكلفك مبلغ عالي، يعني تحاول إنه ما يكون تكلفة الإعلان أكثر من 2000 ريال، تختبر فيها هل في رغبة من الناس في شراء هذا المنتج ولا لا. بإمكانك تسوي إعلان من خلال منصات تواصل اجتماعي إنستغرام سناب شات تويتر إلى آخره، أو تسوي مع أحد المشاهير مثلا اللي عندهم متابعين قليل، تسوي إعلان بس يكون إذا بتسوي عند مشهور يكون عند مشهور متخصص في التقنية، يعني اللي تابعون أشخاص مهتمين بالتقنية، لأن هذا منتج اللي وردتك إياه قبل شوي منتج متعلق بالتقنية. طبعا المنتج هذا لسبيل المثال فقط، ممكن ما ينجح في المكان اللي أنت موجود فيه، بس الفكرة منه عشان الشرح. فتجي تسوي إعلان بسيط وتنتقل للخطوة اللي بعدها. الخطوة الرابعة والأخيرة هي تحليل البيانات، وهذه تعتبر أهم خطوة، لأنه من خلالها راح تقدر تحدد رغبة العملاء في شراء المنتج أو الخدمات اللي تقدمها. طبعا تحليلك لازم يكون صح، وتحسب فيه كم شخص مثلا شاف الإعلان وكم شخص اشترى، ورح ندخل في تفاصيلها بعد شوي. الآن راح أخذ المعلومات اللي شاركتها وياكم وأريكم كيف ممكن تطبقونها. أول خطوة هي البحث وجمع المعلومات، فرحنا الموقع علي بابا وقعدنا نبحث عن موردين، ولقينا هذا المورد يجيب نفس الحامل الخاص باللابتوب هذا، فإذا ضغط عليه راح يطلع لك تفاصيل المورد والتكلفة الخاصة فيه. هذا المورد يقول تكلفة المنتج من 18 إلى 20 للقطعة الواحدة، وأقل شيء تطلب من عندهم 100 حبة. بعد ما تأخذ المعلومات من المورد تجي وتكتبها في الجدول هذا، تكتب تكلفة المنتج، تكلفة الشحن، وتكلفة الجمرك. طبعا كل دولة في لهم جمرك خاص فيهم. نجي ونكتبها مع بعض. المنتج اللي قبل شوي شفناه كان سعر الحبة من 18 إلى 20، راح نحط السعر الأعلى، وزي ما قال المورد انه اقل شيء نطلب من عنده 100 حبة، ف 100 ضرب 20 يساوي 2000 دولار للمنتج هذا. تكلفة الشحن اللي نفترض انه تواصلنا مع المورد وقال الشحن للسعودية يكلف 300 دولار، فتحط السعر 300 دولار. بعدين تكلفة الجمرك في السعودية راح تكون 5%، 5% من 2000 دولار راح يكون 100 دولار. بعدين تجي وتجمع الناتج هذا اللي هو راح يكون 2400، وتقسم هذا المبلغ على عدد الكميات اللي طلبتها. في المثال حقنا طلبنا 100 حبة، فراح يصير تكلفة المنتج الواحد راح يكون علينا تقريبا 24 دولار، هذه تكلفته واصل للسعودية قبل ما نبدأ نبيعه. بعدها ننتقل إلى تسعيرة المنتج. طبعا في أكثر من خيار تقدر تحدد فيه بكم راح تبيع هذا المنتج، إما من خلال المنافسين تشوف بكم يبيعونه إذا في أحد يبيع نفس هذا المنتج، إذا ما فيه أنصحك دائما إنك تخلي تسعيرة المنتج دبل سعر التكلفة على الأقل، يعني لو كلفك 24 يصير تبيعه ب 48 دولار أو أكثر من كذا، يعني تخلي حدود 60، يعني ترفع النسبة 100% دائما، لأنه راح يكون عندك مصاريف ثانية ما راح تظهر لك في بداية المشروع زي مصاريف الدعاية، مصاريف الموظفين، مصاريف الشحن إلى عناوين العميل، مصاريف المتجر الإلكتروني إلى آخره. طبعا كتبت هنا سعر المنتج بعد الخصم، شوي راح نتطرق لها. ننتقل الآن للخطوة الثانية وهي إنشاء صفحة بيع. بالنسبة لصفحة البيع تسوي شيء مماثل لهذه الصفحة، تحط فيها صور المنتج ومعلومات عنه والسعر وزر الشراء. تقدر تنفذ صفحة زي هذه إما من خلال موقع أوبن كارد، هذه منصة مفتوحة ومجانية تقدر تستخدمها
وتسوي متجر إلكتروني وتسوي وتحط المنتج في صفحة خاصة فيه، أو إنك تسوي صفحة من خلال wix.com. سبق وشرحته، ويكس راح يكون أسهل وأسرع عليك في التنفيذ. للوصول للشرح يسحب الشاشة الأعلى. الخطوة اللي بعدها تسوي إعلان بسيط زي ما ذكرت، ما تتكلف في الإعلان، يعني أكثر شيء ممكن تدفعه 2000 ريال تختبر فيه المنتج، راح يكون مبلغ كافي، وحتى ممكن 500 تكون كافية على حسب المنتج، حسب المكان اللي بتسوي فيه إعلان. ممكن تسوي مع مشهور أو في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إنستغرام إلى آخره. إذا جيت بتسوي إعلان، هذه نصيحة جدا مهمة، لازم، لو تذكر قبل شوي قلت سعر المنتج بعد الخصم، لازم تسوي خصم على سعر المنتج النهائي. لو كان مثلا سعر المنتج 48 تسوي عليه خصم تبيعه 35، تسوي خصم يحفز الشخص انه يشتري المنتج، لانه الناس تحفز بالعروض والخصومات. فاذا دخل الموقع الخاص فيك وشاف فيه خصم وشاف مثلا السعر ممتاز على هذا المنتج، ممكن يتحمس ويشتري، فكذا تقدر تحسب الاقبال بشكل صحيح على المنتجات. بعدها ننتقل لتحليل البيانات. بخصوص تحليل البيانات، نحتاج نعرف رقمين. الرقم الأول Customer Acquisition Cost، اللي هو تكلفة الاستحواذ على العميل، كم التكلفة. والرقم الثاني Net Profit Per Product، يعني الربح من المنتج الواحد، أو صافي الربح من المنتج الواحد. بوريكم الآن كيف ممكن نطلع هذه الأرقام بحسبة بسيطة. تكلفة الاستحواذ على العميل نحسبها بالشكل هذا. لو سوينا إعلان عند مشهور في التقنية وكان تكلفة الإعلان $200، وجانا 20 عميل من هذا الإعلان، تجي وتقسم الميتين على 20، يطلع لك ناتج أو يطلع لك كم كلفك العميل الواحد عشان تحصل عليه. في هذه الحالة رح يكون العميل الواحد كلفني $10. الحساب صافي الربح للمنتج الواحد، نسوي العملية الحسابية التالية. أول شيء نجي ونكتب سعر المنتج بعد الخصم. لو تذكرون في بداية الشروحات ذكرت أنه لازم نسوي خصم عشان نحفز العميل أنه يشتري وقت الإعلان. فسعر المنتج بعد الخصم $39. ننقص منه حاجتين. الحاجة الأولى تكلفة الاستحواذ اللي حسبناها من شوي، طلع معانا $10. فنجي وننقص هذا المبلغ $10، وننقص تكلفة المنتج بعد ما وصلنا، بعد الجمارك وبعد الشحن وكل شيء، طلع علينا تكلفة المنتج $24. فنجي ونكتبها هنا $24، وننقص الرقم هذا والرقم هذا من سعر المنتج، فراح يكون الناتج عندنا صافي الربح $5 للمنتج الواحد. ففي المثال اللي سويناه طلع معانا صافي الربح للمنتج الواحد $5، فيعتبر هذا المشروع مربح. فاللي عليك تسويه انك تطبق نفس الخطوات على المنتج اللي ناوي تجيبه، وتشوف كم يطلع لك صافي الربح في النهاية للمنتج الواحد. إذا كان الرقم غالبا $3 وفوق، اعرف انه المشروع ان شاء الله راح يكون فيه بوتنشل، او المنتج راح يكون مجدي انك تعمل عليه. إذا كان الرقم دولار أو نص دولار، اعرف أنه راح تواجه صعوبة، فما أنصح أنك تغامر في المنتج هذا. يعني حاول دائما يكون الربح أكثر من $3 يطلع لك بعد تطبيق الخطوات هذه كلها. طبعا الرقمين هذه ليش مهمة؟ مهمة لأنك إذا جيت بتطور المشروع بعدين وبتشتغل عليه، يعني خلاص سويت المثال هذا وقررت بعدين أنك تطلب المنتجات فعليا، اللي عليك تسوي دائما أنك تركز أنك تخفض تكلفة الاستحواذ على العميل وترفع صافي الربح للمنتج الواحد، فيصير دائما تقيس الرقمين هذه وتحاول تطور منهم. طيب ايش ممكن تسوي اذا جاء عميل واشترى المنتجات وهي باقي ما عندك لانك ما طلبتها؟ اللي عليك تسويه شغلتين. اذا حسبت الحسبه وطلع المشروع مربح، تتواصل مع العميل هذا وتقول له ان المنتج خلص من عندنا، فراح يوصلنا بعد شهرين عبال ما تطلب من الصين وترسله. إذا طلع المشروع خسران بالحسبة اللي سويتها، ترجع للعميل فلوسه وتقول له نعتذر منك أنه المنتج خلص من عندنا وما ندري متى راح تجينا كمية ثانية، وتلغي المشروع وتسوي مشروع ثاني غيره